الفصل الرابع إشارات التداول MQL5. مرحبا بك في هذه الحلقة لفيديو تعليمي من أكسم، والتي سوف نرشدك فيها خلال عملية الانضمام إلى مجتمع MQL5 واشتراك في إشارات التداول في منصة أكسم MT4. يمكنك أن تبدأ من خلال زيارة الصفحة المخصصة لـ MQL5 على الرابط www.xm.com/ar/MQL5. هناك يمكنك أن تجد بعض المعلومات الهامة المتعلقة بـ MQL5، يشمل ذلك دليل خطوة بخطوة حول كيفية الاشتراك للحصول على إشارات التداول، وكيفية تجديد الاشتراك، وكيفية إلغاء الاشتراك. ولأن كلا من MQL5 ومنصة MT4 هما من إنتاج شركة ميتاكوت، فهما مصممين ليعملا معا بسلاسة وموثوقية. الخطوة الأولى هي التسجيل، فقط اضغط على زر اطلبها من منطقة الأعضاء، وسيتم توجيهك إلى موقع MQL5 حيث يمكنك إنشاء ملفك الشخصي. فقط اضغط على زر تسجيل الموجود في أعلى يمين الصفحة. بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل، سوف تتلقى رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل تسجيل دخولك. يمكنك الآن الدخول إلى موقع MQL5. ننصحك بنسخ ولصق بيانات اعتمادك إلى الحقول المناسبة لتجنب الوقوع في أي أخطاء. إذا كنت مهتماً بشراء أي منتجات مدفوعة، لديك الخيار لإيداع الأموال في حسابك MQL5 في أي وقت. لفعل ذلك، اضغط على رابط ملف التعريف Profile الموجود في أعلى يمين الصفحة، ثم اضغط على علامة تبويب مدفوعات Payments يليها إيداع في حساب Deposit to Account. اختر طريقة الدفع المفضلة لك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإتمام الإيداع. الآن بعد أن أصبح لديك حساب MQL5، يمكنك تشغيل منصة XM MT4 وإدخال تفاصيل التسجيل الجديدة قبل الانتقال إلى أدوات Tools في القائمة الرئيسية واختيار خيارات Options، ثم الضغط على علامة تبويب مجتمع Community. مرة أخرى، أنسخ وألصق بيانات اعتمادك إلى الحقول المناسبة واضغط على OK. الآن اضغط على علامة تبويب إشارات Signals الموجودة في منطقة المنصة لمراجعة عدد كبير من الخيارات المتاحة. ببساطة اضغط ضغطاً مزدوجاً على أي إشارة لعرض معلومات أكثر تفصيلاً. للاشتراك في إشارة اضغط على زر اشتراك Subscribe في أعلى منطقة المنصة. سوف يطلب منك قبول الشروط والأحكام وإعادة إدخال كلمة السر لأغراض أمنية. حدد فقط معايير التداول التي تفضلها واضغط OK لبدء تشغيل خدمة الإشارة. شكراً للمشاهدة.